اجتماع المجلس الوطني تقليد حزبي داخل البيت الاشتراكي يرم مناقشة وطرح القضايا التنظيمية به والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تجديد نخبه لضمان استمرارية الحزب وشد عدد أعضائه لمسايرة الأوضاع السياسية بالبلاد. دورة حضورية أولى هذه السنة حضرها أعضاء الحزب وقياداته للإسهام في تحقيق مرام الاجتماع. أن نسعى جميعا من أجل تجديد النخب، لأن النخب هي ضمان الاستمرارية، هي ضمان أن يجب أن نقوم بكل ما يجب أن نقوم به، وبالتالي لابد من أن نسعى جميعا إلى جعل الاتحاد الاشتراكي مشتلا كما كان في الماضي لتجديد النخب. دورة حضورية لاستكمال الورش التنظيمي المهم اللي انطلق ديالو المؤتمر الوطني الأخير، واللي بالتأكيد غادي تلاه استحقاقات تنظيمية وسياسية مهمة في إطار وفي سياق التقوية ديال حزبنا وتقوية امتداداته المجالية. الاجتماع جاء في سياق دولي محتدم ردا على قرار البرلمان الأوروبي المرفوض من المغرب ومن حركاته السياسية والاجتماعية من بينها حزب الاتحاد الاشتراكي. اليوم احنا في اجتماع ديال المجلس الوطني للحزب اللي تينعقد في ظروف كيعرفها الجميع، اللي هي مرتبطة بالهجمة اللي والقرار اللي صدروا الاتحاد الأوروبي ضد المغرب، واللي المجلس الوطني أكيد يأخذ فيه قرار بالشجب والإدانة. المغرب يدبر قضاياه بنوع من الندية معهم، قادش ديك التبعية التي يريدونها، يدبر كذلك دبلوماسيته بالنوع من تعاون جنوب جنوب، وهذا الشيء يعطيه مصداقية فيما يتعلق بمساهمتنا كدولة في الأمن والسلم الدوليين، لا بمقترحاتنا ولا بعلائقنا كوطن مع مختلف الدول أيا كانت شرقا غربا، وحرصنا الكبير على أن يكون قرارنا السياسي قرارا مستقلا. وفي سبيل إتمام الورش التنظيمي الذي أطلقه الحزب في 7 يناير الماضي من شمال المملكة، يضرب المكتب السياسي للحزب موعدا جديدا مستهل فبراير القادم في محطة جديدة العيون المغربية، في تجمع جماهيري منفتح ستناقش من خلاله مستجدات القضية الوطنية، كما سيكون مناسبة للتواصل مع أبناء المنطقة.